الآن وصول جسمان سيدة محافظ البحر الأحمر إلى مسجد آل مشكان لأداء صلاة الجنازة وتشييع الجسمان إلى مسواه الأخير. طبعا محافظ البحر الأحمر يصل مع الجسمان وعدد طبعا من مسؤولي مراسم المحافظات حاضرين لأداء صلاة الجنازة وتشييع الجسمان. خالص عزيمة الأسرة نسأل الله تبارك وتعالى أن ويلهم الأسر ويدعوهم يعني للعقيدة والمغفرة وللأسرة والصبر والسلام، يعني حاجات صعبة جدا جدا على الأسرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها ويلهم الأهل الصبر والسلام. لما تقعد بره انا راجع الطريقه اللي مش جوه. مين اللي قال؟ انت بالزعل ليه مش عارف انت ايه؟ هات الاسعاف هنا، هات الاسعاف هنا، هات الاسعاف هنا. هات الاسعاف هنا.